قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي، قال إن قوات بلاده سترد بشكل مناسب في حال تعرضت لأي اعتداء على الأراضي العراقية وستحاسب المسؤولين عن ذلك. فيما يتعلق بوضع القوات الأمريكية في العراق، سأحيل هذا الأمر إلى البنتاغون للتحدث بشأنه، لكننا أوضحنا منذ فترة طويلة أن قواتنا في العراق موجودة هناك بناء على دعوة من الحكومة العراقية للقيام بأنشطة لمكافحة الإرهاب تعود بالنفع على الشعب العراقي، وإذا تعرضت قواتنا لهجوم فسوف نرد بشكل مناسب ونحاسب المسؤولين عن ذلك.